الانفجار كثير كبير. بيتي هون بيتي اول شيء كثير كبير، وبعدين في شو بدي اقول لك، اغراض كثير كبيره واشياء ثمينه فنيه اثريه، وضرت بيتي كله ومرسمي اللوحات والمنحوتات وغير الفرش والادوات الكهربائيه والمطبخيه، وفوق منه انضر سيارتي كمان، وقع عليه بالكون كامل على السياره. اكيد اضرار كثير 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 كبيره وما في حدا يعوضهم. اكيد صراحه تحمست لانه في شباب متطوعين اجوا ساعدوني وقت اول ايام الانفجار وكبوا الردم وكل الاغراض ساعدوني فيهم، وحبيت انا ساهم بمساعدتي لهم هيك، وحتى لو بساعه ساعتين من وقتي اعطيهم حتى اخدم اهل الحي عنا. مجبورين نحافظ روحنا المعنويه عاليه لانه الدوله ما عم بيساعدنا، ونحن اذا ما ساعدنا بعدنا اكيد الدوله مقصر فينا كثير. اليوم مثلا محضرين البتونيات، محضرين بطاطا محمره، بطاطا محمره وبنحطهم بالصحون، وفي بيجي اجى معه كرواسون على الشوكولا وساندويش انا عندي كوارث ومحروقة. اكيد ما بقدر انسى الانفجار الكبير اللي صار، وراح راح كثير قتيل وجرحى وتشردنا. يعني نحن وين كنا وين صرنا وين حنصير مش عارفين، وما في حدا يساعدنا. وبالنهايه اكل الشعب، يعني نحن اللي ضرينا اكثر شيء، مش المسؤولين، اكيد مش المسؤولين.